السلام عليكم، أهلا فيكم في الجزء الثاني من الدردشة اللي بيني وبين علي. طبعا الدردشة دي كلها موضوعها عن اللي ننتظر من أبل في 2019. فأول فيديو كان عن الاي او اس 13، اللي ما شاف الفيديو يشوفه تحت في الوصف، يضغط عليه ويشوف الفيديو كامل. بعدها انتقلنا على الايفون، بما أن الاي او اس 13 راح ينزل الشهر الجاي لحق المطورين فقط، فما راح أحد يقدر يستخدمه أو ما راح يكون جاهز للاستخدام الطبيعي إلا سبتمبر مع الايفون الجديد. فخلاص خلينا الموضوع الثاني للايفون الجديد، يعني ما راح تلمس الاي او اس 13 الا مع الايفون الجديد اللي نزل. فنبدا نتكلم عن الايفون الجديد اللي بينزل في سبتمبر، وش اللي نتوقع فيه او التسريبات اللي طلعت عنه. الايفونات الجديده اللي تنزل بالجمع، تايم فلايت، الكاميرا سوني الجديده دبث برسبشن اللي هي تعرف المسافات، بس العدسه هي الكاميرا فقط عشان تساعد في الفيس اي دي، وتساعد انهم يقصرون من النوتش شوي. ليش يقصرون النوتش؟ بدون ما يشيلونه، يعني ما فهمتك. انهم ما بيشيلون النوتش حتى لو انهم يقدرون. طيب حاليا فايش بيسوون؟ بيستخدمون، يعني بالعربي انت تقول ان الكاميرا الرئيسيه اللي بتكون في الايفون، بما ان كان في كاميرا وسنسرز، يكون الكاميرا نفسها هي تصير الفيس انلوكت. في الكاميرا نفسها اوكي، الكاميرا نفسها تكون في الفيس انلوكت، والكاميرا نفسها اللي قدام وهي تساعد بعد انها تصير اكثر يعني امان، بسبه نفس الكاميرا هي تايم فلايت، تقدر تخطط العروق، عروق الوجه تقدر تخططهم، تخلي الأمان زيادة. ما فهمت، ما شفت شيء أنا خلطت عروق الوجه. هي حتى اللي استخدمت LG الحق هذه نفسها، الفكرة اللي سواها في اليد الوجه تصير في الوجه. طبعا بما أنه الآن موجود اللي في الآيفون يعطيك عمق وجهك، فحين عمق الوجه وخطوط عروقك هذه في أكثر أمان. أوكي هذا الحق الكاميرا الأمامية. طبعا برضو الكاميرا الأمامية يمكن راح تكون 12 ميجا بكسل وتصور 4K من قدام، شيء طبيعي يعني. أوكي وصلنا احنا 4K بس احس ان ما حد توقع بيصور 4K فيديو أمامي لمدة طويلة، بس يعني ما في أصلا مدة طويلة في الأندرويد عشان يصور 4K. لا تقدر تصور، افتحوها الحين عندكم، ما بالأندرويد، هو على الجهاز نفسه. في على الله الجهاز تصور عندكم كامل مثل سوني تقريبا، صار كانت سامسونج توهم سويتها الحين. سوني كانت تصور الين ما يقول لك سخن الجهاز. فبيسخن الجهاز يوقف. اوكي اي سامسونج كانت 10 دقائق، كانت 5 بعدين صارت 10 الحين مفتوح. HTC 30 فريم مفتوح، 60 كامل مفتوح. كلهم مفتوح. HTC من زمان، من يوم كان عندهم 4K اصلا هم مفتوح. اوكي فحلو، ان شاء الله 4K يكون 4K بنقاوه ال 4K، مو ب 4K يعني. عندكم بلاند ما ب 4K سوني، اللي هو 4K بس اللهم سعة، وهو كاميرا أبل في الايفون. ما 4K سوني مال كم إكسبيريا. أوكي هذا في الكاميرا الأمامية. الخلفية طبعا الكاميرا الخلفية أنا إلى الآن ما حد يدري عنها. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات، طبعا الكاميرا الأمامية راح تكون في الايفونات كثلاث أجهزة، الكاميرا الخلفية راح يكون تقريبا في الجهازين الأعلى مبيعات مثل الايفون اس، راح يكون مثل الحين السنة هذه الايفون 10 اس وال 10 اس ماكس، وهم اللي فيهم كاميرتين ورا، والآر كاميرا واحدة. فالجهاز الجديد اللي بتنزل 3 كاميرات راح تكون في الإلافن والإلافن ماكس يمكن، والآر اللي بينزل آر إلافن إلافن آر أو ما أدري شو بسمونه، راح يكون فيه كاميرتين رقوا، يعني رقوا عادي اللي بو كاميرتين صاروا 3 كاميرات، اللي بو كاميرا صار بو كاميرتين. فالكاميرتين اللي ورا الآر الجديد راح يصير في كاميرتين نفس الآيفون 10 اس بالميزات، لكن الوضوح راح يكون وضوح جديد غير. لكن الآيفون الإلافنز اللي كان موجود فيه كاميرتين، وحن يعني الجديد الإلافن بيصير فيه ثلاث كاميرات، كاميرا ثلاثة ما أدري إيش اللي بتصير مثلا الفيش أنجل بتكون وايد سوبر وايد أنجل، يعني الفيش ما بفيش فيش الفيش تصير مقعرة أو شيء مقعرة يعني. ما بتكون وايد أكبر، هذا إشاعات طبعا وايد، أو إنه بتكون احتمال يستخدمون السنسر الجديد، الحساس الجديد مال سوني، وهي مع سوني 41 لأنهم هم تعرف دائما ياخذون اغلى حساسين حق سوني. الحين ال 41 ميجا اغلى شيء عند سوني، بس ما تدري هل ابل بتوصل، لان ابل اوكي اذا رفعت الكاميرا الاماميه 12 فالخلفيه لازم ترفعينها، اتوقع ان ابل ما راح تخليها بنتين نفس الشيء يعني 12 12، فتوقع بيخلون الاساسيه الخلفيه ال 41 الجديده اغلى شيء عند سوني. مستحيل توصل فيها، ما ادري ابل ما هم دائما يشترون اغلى اثنين عند سوني. سوني من زمان عندها 40 ميجا بكسل وعندها هالشيء، ما نزلوها لا ال 40 ميجا بكسل دي كلها، عندها 38 وعندها هالشيء. لا ذاك ال 40 ميجا بكسل هذا الحصري مال الاكسبيريا المحد اللي ما يبيعون. سوني انا عارف بديت السنه راحت الاعلانات عن الكاميرا الجديده اللي السنه راحت حق السنه هذه، فما ندري، بس المهم ان الكاميرا الخلفيه راح ترتفع، بس ان نعرف احنا مثل الحين موجود كاميرا واحدة التصوير الطبيعي العادي، الفوتو
الثاني عندنا الزوم 2X. هذا التلفوتو. التلفوتو 2X. ثالث إلى الآن ما أدري عنها. ممكن يكون حق فوكس. يعني الأبيض والأسود من زمان كانت موجودة. أو أنها تكون 5X. لا الأبيض والأسود اللي هي اللي تأخذ الصورة التفاصيل. أي بتكون الحاد. بس يعني ما تحتاجونها. بكون الدقة. الحقيقة ما تحتاجونها. بيكون على الدقة بس ما أدري هل يعني الكاميرا الثالثة ما حد يدري عنها الآن بتصير بس بيحطوا في كاميرا ثالثة. بس إيش ميزاتها؟ طبعا أنا عارف إن 100% بتكون فيها خدمة لحق الـ AR. أجمنتي رياليتي لازم هي لازم ان ابل من زمان مدقق على كل الاشاعات والليكس انها العدسه مالت كبيره كامله. هذا الناس يقولون انها ما بتصير اللي هي مالت سوني اللي هي التايم فلايت الا انهم كلهم لانها كبيره كلهم اصلا نفس الحجم اي كبيره فالتايم فلايت تصير تايم فلايت تصير صغيره نفس المكان الموجود في البي 30 برو اخر كاميرات اللي بتلقونها في الصور تلقونها بالحال. طبعا الاشاعات اللي طالعه الحين كلها ما طلع الجهاز ماسكه كلها ترى تصميم فوتوشوبز يعني ما ندري هل يمكن تصير صغيرة يمكن تقدر تصير في الفراغ تنقط في النص ولا شيء لأنها صغيرة جدا لأن هو كبير مجموعة الكاميرات يمكن تصير تحت ولا يمين ولا في النص فإحنا ما ندري شو اللي بتصير بالكاميرات كلها أصلا فهنا في كاميرا ثالثة لكن نروح قدام راح نشوف شو اللي بيسوون في الكاميرا الثالثة. ننتقل على الإشاعات الثانية معالج A13 ما يحتاج نتكلم عن شو الميزات حقه وشو الأشياء يعني خلاص خارق ومعروف 5G ما أتوقع مستحيل 5G السنة دي الفايفجي طبعا تكلمت يمكن السنة الجاية بعد احتمال السنة الجاية بعد ما في يعني يحتاج على الأقل سنة سنتين عمل واي فاي 6 واي فاي 6 يمكن لكن شوف إلى الآن ما انتشرت لأن الواي فاي 6 أنا أحس أصلا حتى السنة الجاية ما من داعي لأن الحين الموجود كله شو أوف في الأجهزة دي يعني الواي فاي يعني أجهزة سامسونج ما في سامسونج الحين واي فاي 6 مثل يمكن أنا بلس نزلت الجديد لأن في وقت عمل فيديو مو بعد ينزل أنا بلس 7 لكن اللي بيجي تشوفونه نزل ون بلس 7 الواي فاي 6 اسرع يصرف اقل البطاريه يساعد في طبعا ما في الجهاز هو الشغلات الذكيه اللي هو للتشيك مع الواي عشان البطاريه الشيء الذكي ده ولا دخل انك تحطه في الجهاز مالك الشيء الكبير فيه غير السرعه والحفاظ على البطاريه استخدامك معه في شبكه اللي تصير مضغوطه هذا اللي فيه في المطارات وغير إيه بس المطارات الحين واي فاي نزل واي فاي 6 في كم من راوتر ينباع في واي فاي 6 كم من اكسس بوينت ينباع في واي فاي 6 بس ما حد يستخدم واجد المطارات والمولات وغير هذه المحلات ما يجددون بسرعة هم يجددون طبعا لآخر واي فاي للأمان بس ما بسرعة يحتاجون 3-4 سنين يعني بالكثير نحتاج 3-4 سنين بس عشان الواي فاي 6 يعتبر شيء ما بطبيعي قريب الطبيعي يعني وانا طالع رحت لو وانت بتسافر مثلا من هنا للسعوديه ترجع مطار ولا مطارين بس انا ما ادري بس انا اشوف ان الاي سي ما كان ذي الفتره سنتين ونزل الاي سي واندمج في كل مكان طبعا تاخرت ابل برضو فيه اللي هو الشيء الوحيد اللي كانت سريعه فيه في البلوتوث 5 نزلته بسرعه بس هو الحين واي فاي 6 ترى ما بكل قوته بسبب انه يحتاج يتعمل باندز القديمه يحتاج يحتاج اللي هو الاي سي ال بي جي ان الاي سي الحين صار اسمه 5 لان رجعوا تسميه الفايف وغيره للدعم اهم الخطه للمستقبل انه خلاص بعد كم من سنه الروترات اللي تشترونها بس تدعم الواي فاي 6 وقدامه نفس السنين اللي راحت عشان صدق يعني تعطيك قوتها كامله طيب برضو اشاعات اللي طلعت طبعا التصميم اللي بنتكلم عنها أبل الآن تقريبا 3 أعضاء من مصممين أبل حق الآيفون طلعوا من الشركة 3 أشخاص طلع شو اسمه كبيرهم لا جونان آيف ما برح موجود هو مصمم رئيسي إذا موجود بس إن الأعضاء اللي موجودين معه 3 من الأعضاء الكبار طلعوا فأبل بدلتهم بعض الجلد يمكن هذا يأثر على تصميم أبل ما بالحين لأن تعرف أنت أبل من النوع التصميم الجهاز تراه ناضج لسنة ولا سنتين ناضج فيعني تصميم هذول اللي بتشوفونه يعني يمكن بعد جهاز إلى جهازين يمكن شيء ينزل يمكن SE إذا نزل متأخر ولا شيء إذا كان يعني محسوبه من البداية طيب هذه إشاعة في إشاعة ثانية برضو تقول لك إن أبل هوائي لحق الجهاز لاقط الشبكة والأشياء في تغيير جديد بيكون السنة هذه الأنتانة الأنتانة بيكون أقوى هذا تقريبا بيكون الحق ملاحة داخل المباني بما أن أبل من زمان مسويها إنه خلاص تبي الملاحة داخل المبنى داخل المطار تمشي وتستخدم الملاحة حقتك GPS ملاحة داخل مع الأكسس بوينت فهذا حركة حلوة إنها تحطها في الآيفون الجديد
هي عامه بتعدل لان التي اي مالها مو باسرع شيء، هم دائما يسرعونه مع كل اجهزه، يسرعونه مع كل في الانتون نفسه تتعدل، كل شيء يتعدل مع كل اذا طلع من انتون ان شاء الله. فهذا الشيء طبعا لو بتكلم عن يو اس بي سي ما اتوقع، ودي حقيقه ودي يعني اتوقع ان نسوي جزء ثاني في حق السلسله حق الايفون دي ونتكلم نكمل على اليو اس بي سي وكل شيء. اليو اس بي سي يبي له فيديو بالحاله، نكمل الحين ليش وما ليش زين نتكمل مع الفيديو الثاني. فتوقع هذا الجزء الثاني من السلسله كلها، والجزء الاول من تحدث عن الايفونات الجديده انتهى. فانتظرونا في سلسله ثانيه راح نتكلم عن اليو اس بي سي ونكمل معاكم عن الايفونات الجديده اللي بتنزل السنه دي وابل شو اللي تفكر فيه ومن وجهه نظرنا. فانتظرونا في الجزء الثاني حق الايفون. لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وسبسكرايب وفتح الجرس عشان تشوفون الفيديوهات الجايه. وبس، السلام عليكم. وعليكم السلام.